انتهينا من شرح الصفحة الرئيسية والخيار الثاني المواد. الحين بنشرح الخيار الثالث المجموعات. أول ما نضغط على المجموعات راح تبطل لي هالصفحة. عندي الملف الشخصي اللي شرحناه بأول بداية، وعندي الأصدقاء. الأصدقاء اللي هم مشتركين بالمجموعة راح يبين عندي أسماءهم بخانة الأصدقاء، وعندي جدولي. جدولي اللي هو يصممه المعلم ويبين عند الطلبة. مثلا الحين عندي واجب، امتحان، نشاط الزامي، نشاط خاص، نشاط اختياري. نلاحظ ان بتاريخ 26 فبراير عندي حروف وكلمات. نلاحظ ان اللون الازرق يعني نشاط خاص. 27 فبراير امتحان الفترة الاولى. لاحظ بكذي انه يقدر الطالب يشوف كل يوم شنو عليه. الحين شلون ننشئ جروب؟ من خلال نضغط على زر انشاء مجموعة، راح نكتب اسم المجموعة. مثلا صف سادس رابع، نضغط حفظ. بكذي اول ما ننشئ الجروب راح تطلع لي هذه الصفحة. عندي حائط المجموعة اللي هو ان المعلم يقدر يعلق والطلبة يعلقون مني. عندي المناقشات. المناقشات اللي هي الأسئلة اللي المعلم يحطها عشان الطلبة يشاركون ويعزز من قيمة المشاركة. شلون نسوي مناقشة؟ نحط إنشاء مناقشة ونكتب السؤال. مثلا نحط ماذا نقصد بالإعراب. بكذي راح يبين عند الطلبة المشتركين معي بالجروب ماذا نقصد بالإعراب. عندي الأعضاء. لحد الآن ما عندي طلاب لأن ما نشرت الرمز. الرمز الدخول هذا للمجموع غير عند رمز الدخول المادة، ومن غير رمز الدخول ما يقدر أي طالب يدش معي بالمجموعة. عندي إعادة تعيين. يقدر المعلم يغير كلمة السر. عندي هل أنت متأكد من تجديد رمز الدخول؟ سيصبح رمز الدخول السابق غير صحيح بعد الآن. يقدر يغيره. عندي الخيار الأخير مكتبة المجموعة. مكتبة المجموعة شنو يحط فيها المعلم؟ يقدر إضافة وحذف وتعديل تسمية. نحط إضافة، نحط مثلا أوراق عمل. نضيف بعد مثلا أنشطة، ونقدر نحذف ونغير تسمية. لما أضغط أنشطة مثلا أضغط تحميل، أحمل أنشطة، أحمل أوراق عمل وأحفظها، وبس يقدر الطالب يدخل عليها. بكذي خلصنا شرح المجموعات. نشوف الحين أول شيء خلنا نحفظ رمز الدخول عشان ندخل على المجموعة. الحين ملفاتي الشخصية. شنو ملفاتي الشخصية؟ إن المعلم يحط له مثلا ملف ويحط فيه. فالحين أنا حاطة أسماء الطلبة، أقدر أضغط عليه وأحمل أسماء الطلبة PDF. مثلا عندي ملخصات أحملها مثلا، والطلبة أنا أشوفهم مني ملفاتي الشخصية. أسماء الطلبة عندي يكون. عندي آخر شيء البريد الوارد. شنو البريد الوارد؟ اللي هو الرسائل. راح تبين لي مني كل الرسائل اللي ترسل لي. نشوف مثلا محادثة جديدة. مثلا عندي اليوم طالبة قايبة وأبيها مثلا عندها امتحان مؤجل، ما أقدر أرسل مثلا بالجروب كله، لأ أرسل لها هي تحديدا. مثلا أضغط المستلمون وأضغط أكتب اسمها وأكتب الموضوع والرسالة، بعدها إنشاء، وراح يبين عند الطالبة. عندي هالخيار، خيار البحث. يقدر المعلم يبحث عن معلمين آخرين وطلاب، أيضا الطالب يقدر يبحث. نشوف هالخيار. عندي طلبات صداقة، دعوات للأنشطة، طلبات الانضمام إلى الصف، طلبات الانضمام إلى المجموعة. وعندي هذا الخيار، عندي الشعارات يبين مثلا إذا طالبة انضمت إلى مادة، طالبة انضمت إلى الجروب. وعندي يبين بعد إذا طالبة علقت لي أو شاركت معي يبين عندي. بكذي شرحت كل
كل خيارات للمعلم فقط. الحين بنشوف مثلا أنا طالبة ولبلة عطتني رمز المادة والمجموعة، شلون أدخل؟ عندي راح أضغط خروج. أوكي، أول شيء الطالبة شنو راح تسوي؟ راح تدخل برنامج إيزي كلاس، عندي طالب راح تضغط، بعدها راح تضغط رمز الدخول، بعدها متابعة، راح تطلع لها هذه الشاشة تسجيل الطلاب. كل على الطالبة تكتب اسمها واسم العائلة، بعدها تحط بريدها الإلكتروني وتعيد كتابة بريدها الإلكتروني، وتضغط الجنس ذكر أنثى، بعدها تكتب كلمة المرور وتعيدها مرة ثانية للتأكيد، بعدها تسجيل وراح تدخل مباشرة. الحين أنا داخلة كطالبة، نشوف. الحين دخلت كمريم محمد، أبشترك الحين المواد، مثلا انضمام إلى مادة، أشوف راح أكتب مني رمز المادة ك طلع معاي مادة اللغة العربية. عندي مني المواعيد المقبلة، راح أشوف أن عندي امتحان قصير متى؟ 1 مارس الساعة 9. عندي امتحان قصير، نشوف مني عندي شنو يا ربي، واجب، عندي تكوين جمل اسمية، عندي تسليم الواجب متى؟ موعد الأخير للتسليم يوم الخميس 5 مارس. نشوف بعد أقدر مثلا مناقشات، للحين معلمتي ما حطت مناقشة، نشوف سجل العلامات، هذه درجاتي لحد الحين ما عندي درجات، لما شارك لبلا راح تحط لي درجتي مني، معدل الصف راح يبين حق مريم. عندي الأعضاء بشوف من اللي مشتركين معاي، لحد الحين بس أنا المشتركة بالمادة. نشوف عندي، يعني الحين عندي واجب تسليمه متى؟ 5 مارس، وعندي امتحان متى؟ 1 مارس. كذي راح يبين عندي المواعيد. الحين المجموعات، رمز المجموعة غير رمز دخول المادة. الحين راح أكتب مثلا انضمام، شلون راح انضم المجموعة كرمز الدخول، راح أكتبه وراح أضغط متابعة. الحين دخلت على جروبي صف سادس رابع، لاحظ أن المجموعة غير المادة، نشوف جروبي شنو فيه، ندخل سادس رابع، نشوف مثلا حائط المجموعة، مثلا الأبلة للحين مو معلقة، نشوف المناقشات، مثلا كان عندي مناقشة، شنو حطت لي الأبلة؟ ماذا نقصد بالإعراب؟ شنو نقصد بالإعراب؟ يلا خلني أضغط عليه بشوف، مثلا بشارك الحين، وين الطالبة تقدر تشارك؟ بهذا المربع اكتب تحديثا مني، راح تكتب مثلا، راح أجاوب، راح أكتب هو إعطاء الكلمة حركتها من رفع ونصب وجر، بعدها شنو تضغط الطالبة؟ انشر. بكذي راح يبين عند الأبلة. نشوف الأعضاء بجروبي، للحين بس أنا المشتركة، نشوف للحين الأبلة محاطة، بس الحين شنو سويت أنا؟ الحين شاركت، ماذا نقصد؟ شاركت عند الأبلة.
وشفت شنو عندي. عندي امتحان، عندي امتحان قصير تاريخ 1/3، وعندي واجب تكوين جمل اسمية بتاريخ 5/3. بين عندي الحين شنو، راح تسجيل خروج وراح ادخل على لبلة بشوف يبين عندها ولا لا. خلونا نشوف الحين تسجيل خروج. الحين خلونا نكتب دخول كمعلمة. الحين اضغط دخول ك، هذه عندي المعلمة. نشوف عندي مني طلع لي شعائر. قام مريم بالانضمام الى صف مادة اللغة العربية. هنشوف اول شيء المواد. كشافت مريم عندي الاصدقاء. نشوف المجموعات، عندي الأعضاء، عندي كا مريم طلع لي، عندي المناقشات. نشوف كا مريم عندي شاركت، عندي كاتبة هو عطال كلمة حركتها من رفع ونصب وجر، صح أحط إعجاب حق مريم. بس كذي راح يبين لي عندي، وطلع لي مني بالشعائر تو مساء أن مريم اشتركت بالمادة. بس كذي الحين شرحنا شلون المعلم يدخل وشلون يكون مجموعة مواد، وشرحنا شلون الطالبة تقدر تدخل على الرمز اللي عطتها إياه الأبلة للمادة. بكذي بالنهاية أنصح كل معلم إنه ينزل برنامج إيزي كلاس ويسوي مادة ويسوي مجموعة للصف. ليش؟ لأن إيزي كلاس برنامج، أول شيء برنامج مجاني، برنامج بسيط جدا مو معقد مثل باقي البرامج، يدعم اللغة العربية، سهل الاستخدام بحيث أن المعلم إذا عطى طلبته يقدرون يستخدمونه بكل سهولة. غير كذي البرنامج غير ملهي، مثلا ما في إكسبلور مثل باقي البرامج اللي تلهي. مثلا عندنا الحين معلمين يستخدمون الانستغرام ويستخدمون سناب شات ويستخدمون الواتساب، يسوون فيه جروبات. هذه البرامج جدا ملهية، ما انصح فيها باستخدامها بالتعليم. ليش؟ لان تطلع كثير من الاعلانات وكثير من الاكسبلور وكثير من الاضافات اللي الطالب لما يدخل يشوف نفسه مو داش الجروب او جروب المادة، شوف دخل على الاعلانات ولها. غير لما يكون مثلا مثل برنامج ايزي كلاس، برنامج ما في دعايات، غير ملهي، كل تركيز الطالب على مثلا المادة والمجموعة. لما يدخل الطالب على طول يلقى نفسه بتركيز مع المادة. غير كذي المعلم مو بس يقدر يسوي مع طلبته المجموعة والمواد، أيضا يقدر يستفيد منها رئيس القسم. مثلا رئيس قسم التربية الإسلامية يقدر يسوي مجموعة حق ويخلي المعلمين يشتركون، أيضا المعلم يقدر يخلي أولياء الأمور يشتركون.
وبس بالنهاية ننصح كل المعلمين باستخدام برنامج إيزي كلاس وشكرا.